عدنا والعود أحمد، حللنا أهلا ووطأنا سهلا، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، مستمرين مداومين يوميا وبدون انقطاع منذ 2.5 سنين، لن نتوانى يوما، لن نتأخر، لن نيأس، لن نتراجع قيد أمنتي إلى الخلف حتى نسترجع ونأخذ حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة. لن نتحمل أبدا فشل السياسات المتعاقبة منذ 1996 أو على الأقل منذ حكومات التناوب التي قامت بمأسسة التناوب منذ 1996. لن نكون يعني حطب تدفئة لكم بعد اليوم نهائيا. إذن لن نتقبل ولن نتحمل فشل دي السياسات ديالكم. للآن تعودون من أجل يعني تلميع صورتكم، الآن تريدون وتدافعون عن المكتسبات، الدفاع عن المطالب والحفاظ عن المكتسبات، والحفاظ عن المكتسبات، عن أي مكتسبات تتحدثون؟ هل نظام الأساسي ديال 2003 اتفاق منتصف الليل كانت فيه مكاسب؟ ربما كانت مكاسب من أجلكم، لأنكم في 2003 المكسب الوحيد اللي جبتوه هو أنكم فتحتم باب الترقي إلى السلم الحادي عشر، وكلكم خديتوا السلم الحادي عشر في 2003 2004 2005 وزعتوا على هذه السنوات. في هذه السنوات بالضبط ديال 2003 2004 2005 على أنقادنا نحن، ربما استفدتم من المادة 115 يعني سنوات الأقدمية العامة بالمادة 112 التي منحتموها لأنفسكم فقط وفقا للمرسوم جوج 11622. هذيك المادة 115 جدتوها لكم انتم، وليتم انتم اللي مستفدين منها، ما جدتوهاش لينا احنا. في الحقيقة أن المادة 115 سنوات الأقدمية الاعتبارية، المادة 112 تسريع الترقي من 9 ل 10 فقط بالشرط ديال 15 سنة، منها 6 سنوات فقط أقدمية العامة، بعدما جئتم بتثبيتي 10 سنوات كشرط نظامي للترقي بدلا من 6 سنوات أصبح الشرط النظامي في 10 سنوات كاملة. هل هذا يعد مكسب؟ وفي الوقت اللي كانت المادة 112 والمادة 115 وجدتا في النظام ديال 2003 من أجل تسريع الترقية من 9 إلى 10 أجلتو، جيتو هذيك المادة 115 وجيتو في 2011 بالضبط 2011 عفوا وجبتوا واحد المرسوم عقب الاتفاق ديال 26 ابريل 26 2011 اللي تتقولوا انتم تاريخي ودائما دايرين واحد الفزاعه تنزيل ما تبقى من المرسوم ديال من اتفاق 26 ابريل، لانكم انذاك جدتم هذاك المرسوم جوج 11622 الصادر في الجريده الرسميه 6700 مكرر اللي بتجدوه نهار 7/12/2011 كررت فيه الماده، يعني عدلت فيه النظام، هذاك النظام الجائر ديالكم انتوما 28 تعديل. هذيك الماده 115 اللي ديالتنا احنا جات في 2012
في 2003 عفوا ما خديناهاش نهائيا، وملي جيتو في 2011 28 تعديل اللي تعدل المرسوم جوج صفر جوج 854. كل شيء استفاد من سنوات الاعتبارية، أصحاب الشواهد، أصحاب تغيير الإطار، أصحاب يعني التثبيت، أصحاب يعني المدمجون، أصحاب إعدادي، أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم كانوا معلمين. حيدتوا اللوائح ديالنا هنا، وجدتوا 3000 متقاعد ديال الإعدادي، ودوزتهم بأطار رجعي من 1997 حتى 12/2/2003، ورقيتوهم، عطيتوهم المادة 112 اللي هي ديالتنا حنا، عطيتوهم دوزتهم بها، وعطيتوهم يوم قبل أنهم ما كانوش تيحلموا يترقاو أصلا، لأنهم ما كانوش تيحلموا يترقاو نهائيا، أنهم كانوا منتهين، منتهية الوضعية الإدارية ديالهم، من يتحدفوا ما كانش مقيدين بجداول الترقي، وعطيتهم يوم قبل افتراض، هذا يوم قبل اللي جبتوه في جوج 19/504، راه ماشي وريد اللحظة، درتوه في 2011، من دوزته من 2000 1997 ب 14 سنة نزلته حتى ل 97، ودوزته 3000 واحد بالمادة 112، في الوقت اللي كنا حنا اللي خاصنا ندوزو بالمادة 112، لأن حنا كنا مقيدين. وخرج وأحدثت المناصب المالية ديالنا لمدة أكثر من 3 سنوات 2003 و2004 و2005، وقيدنا في جداول الترقي في 2004 و2003 و2005، ونشرت الأسماء ديالنا باش نترقاو استثنائيا، ترخيص استثنائي من 9 ل 10 استثنائيا بالمادة 112، ونشرت الأسماء ديالنا بالترقي فعلا استثنائيا بأكثر من 3 سنوات قبل الإحالة على المعاش. حنا باقيين هذيك الساعة خدامين، إذا حنا اللي كنا عندنا الأسبقية، خليتونا حنا اللي عندنا الأسبقية، لأننا كنا مقيدين، المناصب المالية ديالنا كانت قد أحدثت منذ أكثر من 3 سنوات، أحلنا على المعاش، طبق فينا الكوطة، تقاعدنا، داروا فينا الكوطة، ترقية استثنائية، وداروا فيها الكوطة، وتنتقاعدوا بالتاسع. في الوقت اللي التاسع كان دار في طور الانقراض، والماده 112 جات من اجلنا احنا، لان احنا كان خصنا في 95 نتعينوا في السلم التاسع على اساس البكالوريا، في الوقت اللي استدركته فقط الافواج 93 94، اللي عنده 6 شهور او عنده عام ونص في الثامن تتعينوا في التاسع في 95، اللي عنده 12 سنه في الثامن ما يتعينش في التاسع في 95، رغم انه توا البكالوريا توا تعين بالثامن، ويقاتل 97 اللي دوز دير 14 سنه، اذا هذيك 112 و115 ما جاتش من اجلكم انتوما، ما جاتش من اجل هذيك الفئات اللي تعدلت اللي استفدت من المرسوم جوج 11/622 نهائيا، جات من اجلنا احنا الاوائل. صدقنا ما استفدنا لا من 112، ما استفدنا من 115، واللي كلونا واللي سرقوا لنا المناصب الماليه ديالنا هما اللي ولاو راجعين، تقاعدوا من 2012 حتى 2018 وولاو مرقيين 4 المرات، دايزين غير بست سنوات من 9 ل 10، سارقين المناصب الماليه الاقدميه العامه، ويعاودوا يعطوهم ثاني سنوات الاقدميه الاعتباريه في 4 سنوات و3 سنوات حسب السلم، ويقومون بإقصاء المتقاعدين بالسلم التاسع، في حين أن المتقاعدين بالسلم التاسع تقساو ميني قسيتوهم، ميني كنتو حليتو الملف ديال ضحايا الزنزانة التاسعة ودوزتو على المزاولين فقط، ودرتو وجدتو التمديد ديال المادة 112، ودرتو فقط المراجعة ملي تقاعدوا من 2007 إلى 2010، في الوقت اللي قمتم بالاستثناء ديال اللي تقاعدوا من 2003 الى 2007، في حين هادو هما الاوائل، لانهم هما الاوائل، الماده 112 مكرره، الماده 112 يعني الترخيص الاستثنائي الاول، هذاك هو اللي خاص تيكمل اللي تنديروا
اللي تنديروا ليه التمديد ديال الماده 112، صدقوا اللي عندهم التمديد هما اللي عاود درتوا لهم مراجعه من اللي متقاعدين من 2007 حتى 2010، واللي كانوا اصلا مرقيين والمناصب الماليه ديالهم احدثت منذ اكثر من 3 سنوات وكانوا خاصهم يترقاو لانهم تقاعدوا. اللي تقاعد ما تيخضعش للحصيص، خضعتهم للحصيص وعاود خرجوا الاسماء ديالهم. رغم ذلك خرجوا الاسماء ديالهم في 2007، خاصهم هما الاوائل هادو خاصهم يحيدوا. اللي نديروا التمديد شدوهم جمدوهم وتقاعدنا بالتاسع ومتقاعدين وداروا فينا الكوطه وتقاعدنا بالتاسع ويجوا يديروا التمديد واخا بقى الترخيص الاول ما كملش. متقاعدين خاص تنكملوا المتقاعدين ديال اللي تقاعدوا من 2003 الى 2007 الترخيص الاول ويكونوا كل شيء دازوا. اللي نديروا التمديد والمراجعه ديال المتقاعدين من 2007 الى 2010، كل شيء التجاوزات وجايين دركا تتخبرونا وتبداو تمرضوا لنا بعقلنا وتقولوا لنا انتم يا المكتسبات نحافظوا على المكتسبات ديال 2003 وما نخضعوش للاملاءات. ما تتخضعوش للاملاءات، والتشكون قول لي يجي قول لي يجي.